احكيكم اليوم رح اقدم لكم طريقه الفته على الطريقه اللبنانيه، كتير سهله وسريعه. سو اول شيء رح نشوف شو بنحتاج من المكونات. هاي الفته العاديه اللي ما رح نضيف عليها ولا لحمه، ولا في ناس بتضيف مقدوس، في ناس بتضيف لحمه مسلوقه او محوصه مع شوي زيت. نحن رح نعمل الفته العاديه بس بتتكون من حمص عندي هون علبتين، خبز رغيفين، نستعمل الخبز اللبناني اللي بيجي رقيق او هذا الخبز الرقيق يعني. وبدنا لبن تقريبا شيء يعني نص كيلو لبن تقريبا، وبدنا ثوم، عندي 3 حصوص ثوم مهروسين كتير ناعم، بينما من انواع البهارات ولا الاعشاب بس رح نضيف النعنع اليابس. اوكي، اما وجه الفته رح نضيف عليها بس مكسرات. انتو انواع المكسرات اللي بتحبوها فيكن تقلوها بالسمنه، هو احسن بالسمنه. اذا ما عندكن فيكن زيت ولا زبده، بس اذا كانت سمنه بتكون اطيب اكيد حسب الموجود، بالاخص هلا بايامنا بالحظر بالبيت يلي بالكورونا هيك العالم كله. سو هون عندي كاجو وعندي لوز. اوكي، اول خطوه رح نبدا فيها، فيكم تحمصوا الخبز بالفرن بعدين تكسروهم بايديكم، بس انا بفضل هيدي الطريقه انه نقص الخبز، بفضل انه نقص الخبز لحتى يكون جاهز. اوكي، بنقسم الرغيف اول شيء بالنصف، لازم نشعل الفرن على درجه حراره عاليه لحتى نحمص الخبزات. اوكي، انتبهوا على ايديكم. اوكي، رح نقص الخبزات لمربعات صغيرة، اول شي شكلها بيكون ارطب، مع انه هني ما رح يبينوا يعني، لانه رح نحطهم تحت بالكعب. وهيدي الاكلة يستحسن انه تقدم يعني تتجهز وتتقدم طازة، ما بصير تبيت لان بعدين الخبز بيشرب ماي وبصير طعمه مش طيب، لان لازم تكون خبزة بتقرقش. اوكي، هلا الخبز صار عندي جاهز بعد ما قطعتهم، شوفوا شكلهم كتير مهضوم حلو. هلا رح احطهم بالفرن تقريبا يعني حسب ما بياخدوا ممكن 3-4 دقايق لحتى يتحمصوا. اول شيء من فوق، بعدين بنخلطهم وبنقلبهم ليتحمروا كلهم من فوق ومن تحت. اوكي، بعد ما حطينا الخبز بالفرن هلا رح نجهز اللبن. هون عنا مي، اول شيء لللبن بنحتاج ملح حسب الرغبه، قد ايه بتحبوا بتحطوا. كمان بنحتاج نعناع يابس، كمان قد ما بتحبوا بتحطوا، يعني تقريبا بدنا ملعقه كبيره، انا بحب زيد شوي لان طعمتها كتير طيبه. ثوم كمان بدنا شي 3 حصوص او 2 يعني، لان الثوم شوي حاد بس طيب كمان يعطي نكهه باللبن، كثير طيب مع اللبن. رح نحركهم مثل ما شايفين انه اللبن سميك، فرح نضيف شوي مي. نخلطهم، ما بدنا هن كثير سائل، لبن بيكون شوي يعني سميك بس مش كثير. اوكي، ماي كافي هالقد، شي ربع كوب صغير يعني مثل ما نقول كباية شاي صغيرة. شوفوا هيك بيكون قوام اللبن. تمام، اللبن صار جاهز، شوي ملح بدهم. تمام، هذا اللبن صار جاهز عندي. اوكي، بالنسبة للحمص انا عم بستعمل علب صراحة، فيكن تستعملوا علبتين حمص او فيكن كمان تعملوا نص الكمية مثل ما بتحبوا. سو علبتين حمص بسلقن شوية، مش بسلقن يعني، هي الحمص مطبوخ العلب، بس بفضل انه نرجع نسخنهم على الغاز ونخليهم يغلوا شي 5 دقايق، منه بتصير حبة الحمص كتير طرية، لان بعض العلب بتجي شوي قاسية الحبة. فاذا بتحبوا انتو الحمص يلي بتكون تنقعوه قبل بيوم بعدين تسلقوه، كمان
مثل ما انتو بتحبوا، بس بدنا قدر شي كبيتين من الحمص، فرح حطهم هون بالمقلي. سخن الحمص كتير منيح ومخليهم يغلوا على النار لمدة كم دقيقة، 3-4 دقايق 5 دقايق حسب قوية الغاز. انا الغاز هون عندي على العالية، رح اضيف شوي مي عليهم لان ما بدي الحمص يحترق. اوكي سو هلا رح بغلي الحمص على الغاز وناطرين الخبز، بتكون الوصفة قريب تجهز عنا، بس بضل علينا التقديم. اوكي هذا الحمص صار جاهز عنا، هلا بناخدهم بنحطهم هون بنفس المقلاية، بدنا نقلي المكسرات، بنحط السمنة، بندوب السمنة هون، ريحتها كتير حلوة. اوكي هلا بنحط عليها الكاجو، كمان اللوز بذات الوقت لان هن مع بعض يعني بدهم نفس الوقت لحتى يحمروا، رح نقليهم لحتى يصير لونهم ذهبي. المكسرات صارت جاهزة عنا، ما بدنا نحمرها أكتر من هيك بعدين بتصير محروقة. أوكي هلا بنبلش نزين الصحن. أول شي بنحط الخبز. بيرفكت. أول طبقة بتكون خبز مثل ما قلت، تاني طبقة بنحط الحمص، تمام. أوكي تالت طبقة بتكون اللبن، يمي. اوكي بنحاول نغطي اللبن، سوري بنحاول نغطي الحمص والخبز باللبن، روعة. هلا شو بنعمل؟ بنحاول نزين بالشكل اللي بنحب. اوكي انا راح احط شوي حمص. هون عنا نعناع صغيرة فريش، نخليها بنص الصحن. اوكي والمكسرات قد ما بتحبوا بتضيفوا. مع شوي سمنة. يا سلام. هيدي من الفطور اللبناني اللي كتير 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 مفضل عند بعض الناس. في ناس بتحب تقدم على وجههم لحمة، او في ناس بالمقدوس كمان بيقطعوا مقدوس بيخلوا. بيرفكت. كتير 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 طيبة، كتير شكلها حلو. اخلي شوي حمص هون بعد. هذا طبقنا لليوم. في اجمل من هيك؟ في اطيب من هيك؟ في اروع من هيك؟ حبايب اللي بحب يجرب الوصفه موجوده تحت بصندوق الوصف.
بالديسكريبشن بوكس اذا حابين تجربوها، فراح اكتب لكم مع المقادير والمكونات. فبتمنى يكون عجبكم الفيديو، على امل انه نلتقي بفيديو جديد. ومثل ما قلت لكم الفتة بتتاكل دغري، لازم نجهزها وناكلها بسرعة ما تبيت، لانه الخبز بيصير يتش عنا ويشرب ماي. اوكي، يلا بشوفكم بفيديو جديد. ثانك يو لكم، باي.